قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي بهانوي على هامش قمة أبك إن الوثيقة التي وقعها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تثبت نهج الكفاح المشترك ضد الإرهاب والعمل اللاحق لتسوية سياسية في سوريا برعاية أممية. إن العمل على هامش المؤتمر كان مفيدا وناجحا، فليس من السهل أن نتوصل إلى بيان مشترك حول سوريا، وعمل خبراؤنا حول هذا التصريح قبيل المؤتمر، وأمس تم تطوير هذه الوثيقة. فوزير الخارجية ريكس تيلرسون والسيد لافروف عملا على المسائل التي انبثقت بعد أن اقترح الخبراء هذا النص، واليوم توا أنا ورئيس الولايات المتحدة اتفقنا على صياغة الوثيقة. أعتقد أنها هامة لأنها تؤكد على أمور مبدئية.